سلام عليكم، قاعد اقول شيخ باشا تمام، جيت لكم اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ رياكشن. بوريكم كم واحد خفتوني مره من سوريا، اوكي. وفي واحد يمكن اردني، والله ما ادري بالضبط وين، بس اتوقع انه اردني. بوريكم اياه ونعطيك شويه رياكشن عليه، وبعدين شكرا مقطع ومع لا مو الحين، لا بس نخلص رياكشن. فلا تنسوا الاشتراك وسوي تفعيل تحت صندوق الوصف، تابعوني اذا كان تابعوني على سناب بعد. وصلنا على النبي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ليتس جو نبدا المقطع، ولا تنسون الدعاء لاخواني في فلسطين. اول واحده معانا اللي هي ام يوسف، كاتبه انا ام يوسف من سوريا مقيمه في لبنان. الحمد لله اختصرت عليك تدق ولا. ام يوسف هذه شبط معها ابو يوسف. مين ابو يوسف؟ زوجها. مين راح يكون يعني؟ اوكي اوريك ما في اشياء تغث يعني بالنسبه لنا، متوقع انه مفار. فنشوف المقطع يلا. انكم تقلدونا ممكن، بس انه يلبق لكم لك فشرتوا. نحنا فوق 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 نتوي نار الشو. بابا سويو دقيقه يا شباب، انا الاديتر اوكي، انا نفسه اللي قاعد يصور، انا الحبيب. هذا اول شيء. ثاني شيء، شوف ترى انا زت نفسي ومش عارف ايش كنت اقول هنا في اللقطه هذه، فسكبوا ويعطيكم العافيه ولكم اشتراك والسلام عليكم. في واحده كاتبه بجد شكرا لحضرتك، انا خالي كان مشلول له 20 سنه، اول ما شاف الفيديو قام وقف على رجلي عشان يفصل فيه شراتر. مين؟ انا يوسف. تعيط لحبيبي؟ لا ماني جوعان. ماني جوعان؟ روح شبع حالك، ماني جوعان انا، خليني اموت من الجوع. حبيبي يا قلبي، ما لي ردة. احسن ما تموتين، انت تحتاجين وتموتين. بدي اموت علي من الجوع. اكل همك انت. تعرفوا شو احلى شيء بالمقطع كله؟ خبز اللبناني. خبز اللبناني يا شباب مره طيب، فانصحكم تشترونه. في هنا مخبز اسمه خبز الحطب في الرياض النسيم، مره مبدع. ما يسوون اصلا هم خبز لبناني. تخاف من العين، تخاف من الحسد، تخاف من كل شيء. اكيد اكيد لازم اخاف، كرمال ما أصاب بالعين، نصاب البيت بالعين حبيبي، أو حدا يسوي لنا شيء سحر. هيك تعرف أنت تخافين؟ إيه أكيد أخاف. يعني على جمالك أنت يعني ولا على بيوسف؟ على كل شيء. واحدة منهن يا علي يا عليكي. يا على الشهرة. ها؟ من الشهر. من الشهرة قصدي. من الشهرة؟ من الشهرة، من كثر الشهرة. كم عندها صحيح؟ عندها 95,000. مرة الشهرة هذه ما شاء الله عليها. شوف انا ما بدي اسولف، تعرفوا ليش؟ اخر مقطع كنت اسولف فيه على محمد ومروه اللي هو تيب، اوكي؟ فجاني ومعصب ومدري ايش ونحن قاعدين نسوي هيك، كنا قاعدين نسوي هيك، اوكي؟ بس شيء عن شيء يفرق، اوكي؟ هذا جاني انت بعث لي رساله معصب مره ليش؟ قلت انت على خلقة ربنا ومدري شنو ومدري. شباب بلش فيني الرجال، وتخانقنا شوي ومدري شنو. بعدين صار رغم عندي شلون ما ادري. المهم في ناس كثير تفكر ان التيك توك يعطي مصاري. التيك توك ما يعطيك نص ريال اذا ما كنت تفتح فيديو. التيك توك ما يعطيك نص ريال، اوكي اوكي. الله الله الله، ضرب سردين مود على الطعمينه بطاطا وانت تاكل سردين مود. يعني هذا المقطع اكثر مقطع نرفزني. وهي شقفه سردينه قال يسمع يصدق يا ام يوسف، هي شقفه سردينه يا ها. انت تتغذى يا قلبي، معناته ليلتنا غير شكل اليوم مع السردين. مع السردين؟ ايش السردين شو قصته ام يوسف؟ تعرف انت حبيبي في فيتامينات وليلتنا مباركه. يا خرف انا ما ادري عجلون ادري هيك ما شلت شيء. ابو يوسف كول. انت مره كبيره، اوكي؟ ما ادري صراحه من اشكالها وتبين انه عمره حوالي 30 40 سنه. يا اخي عيب 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 والله العظيم عيب. يعني في واحده قبل شوي كاتبه ام يوسف انا قد بناتك واستحيت. يا اخي عيب ورب الكعبه عيب. ايش الالفاظ هاي؟ والله العظيم الحق مو عليه، الحق على اللي يجي يصور. ينرفزون مره ينرفزون. ابو يوسف شنو هذا يا ابو يوسف؟ مخزع مو؟ شغله العجيانه صغار، انت صغير مو؟ مخزع يا ويلك اذا عجل الكبار يسولفون ايش السوالف اللي قبل شوي لبسته. ام يوسف مو انا اللي اشتريت هالبنطلون هذا، ابني شزين. ابني شزين قال يابا بدي اشتري بنطلون بيجنن. طلع جنن. جننتيني انت من ورا هيك بنطلون. يوسف ما بدنا نلبس مخزة، بدها يبين اغراضك مو؟ انت مشان تسوي اغراءات دير بالك. ها يوسف عيب اصلا، ما حد قاعد يغلط الا ام يوسف. عيب عيب اذا ما تعرفين ترى هذا ما يصير. شنو اغراضك وليلتنا؟ والله انا والله يمكنني اني اكبر من اصغر من زين بسنه، انا استحيت. بعد كذا الله يجيب شطوة شوية. احنا وهاي لهجتنا اللهجة ما تختلف، يعني ما حد قال على اي شيء على اللهجة، اوكي؟ بس الله يرحم لي امك يا ام يوسف، تعلم الالفاظ واعرف ايش قاعدة تقولين، مو ايش براسك تقولينه. الواحد يفكر يعد للأربعين عشان يقول الكلمة. ام يوسف شو عم تغيرين حبيبة قلبي؟
بغير زيت ميتوري. زيت ميتوري؟ ايه. قلت مشاكل مع اخواني ما كان في اي اداة ضرب اي اداة يعني عنف اي ابدا 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 كانت الامور يعني ودية واحنا عائلة ديمقراطية. يب. لازم كل واحدة شو بتعمل؟ لازم نضل على طول مهتمة زيت ميتورها اكيد احنا شلون صاير اسود اهتمي بالم... اهتمي بالموتور يا عم يوسف. ماشي اهتمام بالموتور. شوف ابو يوسف صايره سودا. صايره سودا؟ ايه؟ دخيل عيون ام يوسف. انت بيضة وزيت موتورش اسود. يا عين عليك. يا شباب انا هذه بالنسبه لي تعتبر ايحاءات. ايحاءات وبعدين مو بالنسبه لي للكل. تقرون التعليقات. إذا أنتم هيش لا أعتبر عجلكم أقسم بالله. قال يسألوني إذا كانت ماشية مع أبو يوسف وعينه زاغت على البنات. مزوق خليه يزوغ شوي. حدا يترك العسل يترك الشهد يترك القمر ويدور شو على الكبيس يغير طعمة إثمه. ما خليه يغير خليه يغير قد ما لف قد ما لف رح يرجع لي. خليه يغير شوي. وأنا اشتريته شيء دخيل العسل والقمر. ودي اقول كلمه والله دي ودي اقول شيء بس اخففها عشان شو اسمه يرجع لنا العشته. ممكن ما حد يفهم ايش قال واصلا ما حد يفهم انا ايش قلت مو عشان ايش اقول وايش معناه بس ان شاء الله. يا قلبي لو تشوف عيونا ورب الكعبه ما ودي اضحك عشان ما يصير تنمر وحرام. ام يوسف انكيز هذا شنو انكيز هذا شنو ساحر انت. استغفر الله العظيم يا شباب والله العظيم والله العظيم والله والله العظيم ودك تقول بس تخاف لا تدخل الحرام تخاف لا تدخل قضايا بس هذا ضامنك ما تدخل معهم قضايا لان هم بلبنان اصلا. اوكي ام يوسف ابو يوسف الله يرحم امكم يعني انتم اني مثلكم تكونوا قدوه للعجان صغار ولدكم ها مو عندك والله ما ادري ايش قد هذا عمره حوالي 10 سنين يا اخي ربو يا اخي رب الله يرحم امكم ربوه لا تربون على هيك باجر العجي يفلت والله العظيم. منبه مين مدري بكره ترى والله العظيم اي شيء قاعدين تسوونه ترى بكره تحاسبون عليه وحتى انا صح بس ان شاء الله انا احسن منكم بشوي. شنو هذا عيب حرام يعني بالنسبه لكم شويه يعني مثلكم يعني تعرفون يعني شوف نحن شويه ممكن انه يعني حافظين كثير شوي بزياده 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 عندنا اشياء العيب كثيره مره اكثر من الحرام يعني عيب ام يوسف والله العظيم ما ادري شباب بي صوت يمكن في صوت اللي هو صوت قدر الضغط مجبور ما ادري يعني تنكد قلبك ايش بالضبط ما ادري ورجع زين من الحمام قولوا اسم الله عليه ونروح للثاني هذا ثاني شاب اسمه البرنس من 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 بيجي من منبج ما راح تعرفون منبج ولا منطقة بسوريا يعتبرون شوية اوكي نشوف المقاطع ننطي رياكشن اخوات الشوية انا من منبج والبنوتة من الشام ماشي بدنا ننشر هذا الفيديو الكل يكتب بالتعليق اكثر متابعين بدهم يجونا من الشام ولا من منبج والله على راس تحياتي للجميع طبعا نشر جديد زي ام يوسف لسه دول اضرب بكره تشوفون لانه هذه مرته اضطريه بكره بس نقطه مشاهدات يشلح الحجاب بكره تشوفون طبعا هذه الحركه اللي قصدت اكتب انت من وين هذه اكثر حركه معروفه بالتيك توكر عشان يجيب مشاهدات بس كثره التعليقات زادت المقاطع الهيبه الى ناسها البوبنا هي اساسا يعني ال 505 الكل يثبت وجوده بالتعليق يا لبرنس هذه احد القبائل والله والنعم بالقبيله كلها طبعا هذه اقص ايدي اذا تعرف ايش هي البوبنه ها والله العظيم اذا ما قالها هي ما ادري يعني لكل شاب يقول بهالايام ما بي بنت شريفه بس احب اقول لك كلمتين مو كلهم تربيه امك يا حبيبي احفر عجل امك رب الشريفين شوف انت عجل على مرتك انا طلع عندي حبيبتي وبعد اعود احكي شيخاني وابن الشيوخ فخر العمامي يعطيك العافية هلا الله يعافيك فيني أسألك سؤال تفضل شو هي أكبر صدمة انصدمت فيها بالحياة أكبر صدمة أني صرت لاجئ ولحتى الآن ماني متقبل هالشيء ما احنا لاجئين
احنا شيء صار ببلدنا وما قدرنا نعيش فيه. هذه السالفه كلها غلط. ايش قد طار لي حسابات على التواصل الاجتماعي بعمركم شفتوا لي طلبت الفزعه من العراق ولا من غيره غير؟ يا اخي العراق على عين وراسي، اي دوله على عين وراسي، بس انا لما اطلب الفزعه اطلب من اهل بلدي من السوريين. يا رجال روح بس، شباب ترى نرفزني مره 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 نرفزني، فعلشان ما يضيق صدري انا بطلع اهدي بنغولي بعدين اضل اسولف على الشرف وما شرف انت طلبه. وبروح اللي قلت لكم عليه اللي هو الاردني، اتوقع انه اردني. انا احب اكثر دوله احب الاردن، قلتها مليون مره، اكثر دوله احب الاردن الاردنيين نفسهم. مرحبا يا شباب ومرحبا يا صبايا، اليوم موضوعنا كثير حلو. موضوعنا اليوم عن الشباب وعن الصبايا. يا اخوان الارتباط كثير حلو، بس الارتباط بده ناسها، والحب بده ناسها، والعشق بده ناسها، والاصحاب بده ناسها. الارتباط مش حياة الله. انت حاب ترتبط، ارتبط مع واحدة بتفهمك، ارتبط مع واحدة بتحبك، وانت ارتبطي مع واحد بحبك، وارتبطي مع واحد بده محارب كل الناس مشانك، بده مصلحتك. هذا الارتباط وحش المرات. طبعا يقول ارتباط بده هلها، انا مو اهلها ولا بدي ارتبط اصلا. البنات كلهم على بعضهم، ما اعرف شي اسمه بنات. مرحبا شباب وصبايا، اليوم بدنا نجيب لقاء مع الشيخ احمد علاونة وتحكي لنا عن بداية حياته. انا بدايتي كانت مع وحدة كتير حلوة وبتجنن، تعرفت عليها والله على التواصل الاجتماعي، بس والله يا اخوي طلعت البنت خاطبة وطلعت بتضحك علي، شلحتني سيارتي وشلحتني مصاريي وكل شيء بحياتي، شلحتني اياه صفى الحديد، وشلحتني سيارتي وشلحتني مصاري واغرض اللي بدها اياه، بعدين بلغتني بطلت تحكي معي. ها طبعا انت يا اخي والله مو منطق. طبعا انا اريد افهم شيء واحد بس، ابو علاء علاونة، ابو علاونة ليش لما تخلص وقت تسوي؟ طبعا هيك يكون رجع يعني، سكتشات. طب قصهم، قاعد تأدس انت، قصهم. مرحبا شباب وصبايا، اليوم عنوان الفيديو العطر حق ليرة واربعين كرش، العطر حق ليرة واربعين كرش الحمرة. هاي البنات حقها نص ليرة، كثير يعني كل بنت يعني الحمرة هاي كثير بتجنن، يعني تحطيها على شفايفك كثير يعني تنطقع حلو. مراد شو تريد انت من البنات؟ مراد شاك تتزوج، وانا بنصحك انها تتزوج، كثير كثير بتجنن. فلا تمسخروا، ممكن هذه لهجته او ممكن عيب او اي شيء، فحرام. اختر رساله لكل بنت معجبه فيي، تعالي حكيني احكي معي، انا شخص بدللك بغادلك بخليك رومانسيه، تعالي حققي حلمك معي، بدللك بغادلك بخليك سعيده فرحانه، دائما تخلي الابتسامه على وجهك، انا شخص ما بتعوضش، انا كل مليون بنت بتتمناني. انا ما اخذ نصيحه انه نصيحه امه اللي تقول له 100 بنت تتمناك، شوف انا ما اخذتها وعايش حياتي ولله الحمد. يا اخوان الناس بتشرب طاقه مشان يكون عندهم طاقه، وانا بتشرب طاقه مشان اخلي يكون عندي طاقه. يلا والله طاقه عجبكم لايك متابع حقك مراد على المحتوى هذا انا. والله العظيم يا ابو مراد انك رهيب مره. مراد استمر استمر وانا معك مره، لانه انت افضل من كثير ناس وافضل من الاثنين اللي قلتهم انا قبلك، فاستمر وانا اكبر داعم لك واكبر مشجع لك. يب الى ما قصدت الحلقه لا تنسوا لايك واشتراك وثبت وجهه الصندوق واستنوا عليها كامل، تابعوني على سناب بعد وصلوا على النبي سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. شوف شو العراقي شوفوا بس، اقسم بالله من دلال البيت. والسلام عليكم.